عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم. والمباراة النهائية وكأس البطولة من أجمل موسم، الموسم السادس لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم السادس من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكاس البطولة؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. النهاردة في المباراة النهائية كل نقطة بـ40 ألف جنيه. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 43 مليون و115 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. بعد ماراثون طويل وممتع أخيرا وصلنا لمباراة نهائية من الموسم السادس وحلم كأس العباقرة. من أول حلقة في الموسم الأول قلت وبكرر، العباقرة مش مجرد برنامج، العباقرة مشروع، مشروع وطن وشعاره الأولوية للتعليم. النهاردة الحلقة رقم 220، العيلة بتكبر وطلابنا أبطالنا كل يوم بيشرفونا قدام مصر والعالم العربي كله. من أول ما ابتدينا البرنامج استقبلنا في الاستوديو آلاف الطلاب من مختلف المحافظات، ولاد وبنات يشرفوا، طلاب على خلق وعلم وأكيد مثقفين. ومن هنا بأكد إن أولادنا هم مستقبل بلدنا. موسم بعد موسم خطتنا هتكبر بطلبة مصر ولصالح طلبة مصر. المعلم مربي الأجيال صاحب أسمى رسالة. أشكر كل المدرسين والأساتذة اللي ساعدونا على مدار كل المواسم. أما البنك الأهلي المصري لآمل بالمشروع من أول لحظة، فهو مستمر في تطوير المدارس الحكومية في مصر. عمل عظيم من بنك عظيم، كل الاحترام والتقدير للبنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. قبل ما نبتدي ماتش النهاردة عايز أفكركم بأن شركة LG بتقدم رحلة إلى كوريا الجنوبية للفريق الفائز بكأس العباقرة للموسم السادس، وطبعا رحلة كمان للفائز بلقب أفضل لاعب، ورحلة أخيرة للفائز بلقب الطالب المثالي. تمنياتي بالتوفيق وألف مبروك مقدما للفائزين. نرجع لماتش الفاينل. المدرستين اللي معانا مشوارهم ما كانش سهل، كان صعب جدا، بس بمجهودهم وعلمهم وذكائهم قدروا يوصلوا المباراة النهائية. أول مدرسة معانا حققت 615 نقطة في مشوار البطولة، فريق كبير ومتألق بيلعب على الكاس من أول مباراة. من الدقي محافظة الجيزة نرحب بمدرسة الديو. المدرسة الألمانية الإنجليزية بالقاهرة هي أقدم مدرسة أجنبية أنشأت في مصر، حيث تم إنشاؤها عام 1875 في عهد الخديوي إسماعيل للجالية الألمانية في مصر. افتتح مبناها القديم بالزمالك الخديوي إسماعيل، وافتتح المبنى الحالي بالدقي الرئيس أنور السادات. تعد واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية في مصر، حيث توفر مراحل التعليم ما قبل الجامعي طبقا لأحدث المعايير الألمانية. توفر المدرسة لطلابها نظاما تعليميا يتبع المناهج الدراسية الألمانية ابتداء من مرحلة الحضانة والمدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية. حماس مدرسة الديو في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم محمد عون.
اسمي محمد عون ومدرستي المدرسة الألمانية في الدقهلة. أنا طبعا مبسوط جدا إن وصلنا المباراة النهائية بعد ما طبعا الموسم اللي فات طلعنا في دور 16، عرفنا بقى نوصل المباراة النهائية وإحنا يعني على بعد خطوة من الكاس. إحنا عايزين نلعب النهاردة عشان ناخد الكاس ونفرح الجمهور اللي جاي لنا النهاردة. سلمى عازر. اسمي سلمى عازر من المدرسة الألمانية في الدقهلة محافظة الجيزة. لما شاركنا الموسم اللي فات وخرجنا من دور 16 كنا متضايقين جدا عشان ما كناش متوقعين إن إحنا نطلع من دور 16، كنا حاسين احنا نعمل احسن، فبعدها حضرنا نفسنا احسن بكتير للموسم ده، وان احنا دلوقتي للفاينل يعني احساس حلو قوي وما كناش متوقعينه قوي، بس مبسوطين جدا وان شاء الله نكسب. ابراهيم الشرباجي. انا ابراهيم الشرباجي من المدرسه الالمانيه في الدقي. احساس ان الواحد يكون بينه وبين الكاس خطوه واحده ده احساس حلو قوي واحساس بيحمس في نفس الوقت، برضو في جمهور جاي لنا وعايزين نفرحه وعايزين نفرح مدرستنا. ان شاء الله مركزين النهارده ان احنا نحاول نجيب الكاس، واحنا عملنا كل اللي علينا، فأين كان النتيجة هنكون فخورين نفسنا يعني وفرحانين. كاميليا سري. اسمي كاميليا سري من المدرسة الألمانية في الدقهلة. بعد ما فهمنا الأجواء وفهمنا الموضوع ماشي ازاي، قلنا في الموسم ده ممكن نعدي عن كده بكتير، مكناش متوقعين خالص ان احنا ندخل الفاينل، بس كنا بنقول ليه لا، يعني مفيش ما يمنع ان احنا فعلا نوصل، ودلوقتي احنا هنا، بس احساس حلو قوي يعني. ديو الحمد لله على السلامة. وصلنا للمباراة النهائية عون. تخيل. الحقيقة بالنسبة لي ما كانتش متوقعة. وانت قلت لي كده من اول يوم، قلت لي احنا راجعين للنهائي بالكاس. فانا قلت لك راجعين للكاس، وقلت لي احنا المرة دي مش هنهزر. الحقيقة انا عارف انك عملت مجهود، بس ما كنتش متخيل طفرة الاداء ما بين الموسم الخامس والسادس تبقى كده. برافو عليكم ما شاء الله. عون، انت جبت كم نقطة لوحدك لغاية دلوقتي؟ حضرتك الحلقة فاتت قلت لي 200 وشوية، دلوقتي بقى مش عارف زادوا ولا لا. زادوا طبعا، زادوا مش في 200، وبعد كده جبت افضل لاعب جبت 40 نقطة. صح، يبقى 240. 240 نقطة. محمد عون افضل لاعب في مدرسه ديون. حقيقي كلنا سلمى. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. قلقانه؟ لا مش قوي. متوتره بس شويه يعني، فاينل برضه. اكيد ماتش فاينل. متخيله ماتش النهارده هيمشي ازاي؟ متخيله ان هو اكيد هيبقى ماتش صعب، بس ان شاء الله نكسب. توفيق يا سلمى. شرباجي. ازيك يا شرباجي؟ تمام الحمد لله. جاهز؟ ان شاء الله. قلقان؟ لا. ليه مش قلقان ليه؟ علشان احنا اخدنا ثقه من المباريات اللي فاتت. طبعا عامل احترام للماتش عشان ده ماتش نهائي، بس يعني عندنا ثقه ان شاء الله، مش قلقانين قوي. بالتوفيق يا شرباجي. شكرا. كاميليا. ايوه. ازيك يا كاميليا؟ الحمد لله كويس. فين صوتك؟ اهو اهو. ايوه. قلقانه؟ مش قوي لا، برضو الحمد لله. استعديتي ماتش النهارده ولا مستعده؟ اكيد طبعا. عملتي ايه؟ حاولت تاني اراجع المجال بتاعي، وكنا قاعدين يعني استعدينا اكتر معنويا ان احنا نبقى مستريحين النهارده، ما بقاش علينا ضغط كبير، لان طبعا التوتر هو اللي بيضيع المعلومات يعني. قولي لي بصراحه. أيوه. كنت متخيله زي عون ان انتوا هتوصلوا ماتش النهائي؟ يعني ما كنتش متاكده، بس ما كنتش شايفه ان في حاجه تمنع يعني، واثقه في فريقي. تمام، بالتوفيق يا كمان. شكرا. أما المدرسة التانية اللي معانا النهاردة فحققت 605 نقطة في مشوار البطولة. اكتسبوا ثقة ماتش بعد ماتش لحد ما وصلوا بجدارة للمباراة النهائية. من فيكتوريا محافظة اسكندرية نرحب بمدرسة فيكتوريا كوليدج. فيكتوريا كوليدج مدرسة الملوك والمشاهير في الإسكندرية، عرفت بإيتون الشرق الأوسط. تأسست عام 1902 في الإسكندرية على مساحة 18 فداناً، وتشمل أقساماً ومراحل تعليمية مختلفة. درس بها عدد من أبناء الأسر الحاكمة مثل سيمون الثاني آخر ملوك بلغاريا، وقسطنطين ملك اليونان، والملك حسين بن طلال عاهل الأردن. استمرت في التدريس إلى يومنا هذا بمنهج يعتمد على اللغة الإنجليزية بمراحلها المختلفة. تضم مكتبتها كتباً عمرها 100 عام، وتمتلك ملاعب شاسعة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
الجمهور متحمس جدا من فيكتوريا، هيمثل مدرسة فيكتوريا في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم عبد الكريم أشرف. اسمي عبد الكريم أشرف، مدرسة فيكتوريا كوليدج. وصلنا للنهائي النهاردة، مش مفاجأة بالنسبة لنا، بالعكس ده هو ده اللي احنا كنا متوقعينه من الأول. لعبنا مدارس كثيرة جامدة لغاية ما وصلنا النهاردة، إن شاء الله ما نوقفش الحامل حد كده ونرجع بالكاس. عبدالله أسامة. عبدالله أسامة، مدرسة فيكتوريا كوليدج. طبعا هو إحساس جميل اللي احنا نوصل للنهائي بعد تعب. طبعا احنا ما كناش متوقعين ان احنا ممكن نطلع، يعني حتى اخر مدرسه لعبناها يعني ما كانش حد في فريقنا معتقد فكره الخساره عندنا. ان شاء الله ربنا يقف معانا زي ما وقف معانا قبل كده ونحقق حلمينا ونفوز الكاس. مهند عادل. اسمي مهند عادل، من فيكتوريا كوليدج اسكندريه. اول مشاركه لينا، اكيد حاجه صعبه ان انت توصل للفاينل، سواء خسرنا او كسبنا النهارده اكيد هنبقى فخورين، وان شاء الله نعمل ماتش كويس ونوصل للكاس. خساره ماتش البيست بلاير ادتني دافع وحافز اني اكسب النهارده واخد الكاس، اشرف المدرسه والفريق عشان اعوض خساره الماتش اللي فات. محمد عشابي. محمد عشابي، مدرسه فيكتوريا كوليدج اسكندريه. طبعا احنا كاننا في حلم كلنا، ما حدش بيقدر اللي حصل ان احنا في النهائي من اول مشاركه، فده كان انجاز كبير بالنسبه لنا، والحمد لله ان احنا كنا قد المسؤوليه اللي حطها علينا اصحابنا والمدرسين والناس اللي اتخرجت واي حد كان متراجع بنجر على بكره، وصلنا للنهائي الحمد لله، وان شاء الله نرجع لهم بالكاس. في الجنه يا زياد. انا عارف ان زياد ده زميلكو، والنهارده بيمر سنه على وفاته، والحقيقه بشكركم ان انتوا فاكرينه وان انتوا بتحييه. عبد الكريم، ازيك عبد الكريم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على السلامه. الاول السلام، منورنا في القاهره. منور حضرتك. عبد الكريم، وصلت المباراه النهائيه. الحمد لله. كنت متوقع؟ انا من اول ماتش جاي متوقع ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، يعني احنا جايين هدفنا كده، اي حاجه اقل من كده كانش هترضينا. فعلا يعني كانت عندكم من الثقه ان انتوا توصلوا المباراه النهائيه مع انك بتشارك لاول مره في العباقره؟ وعشان تعبنا جدا عشان نوصل هنا. جاهز ماتش النهارده ان شاء الله. عبد الله، ازيك يا عبده؟ الحمد لله. متوتر شويه؟ اه زي كل ماتش، ما انت بتبتدي بكل ماتشات كده، الاهم في الاول وبعد كده تبتدي تاخد ثقه وخلص. جاهز؟ جاهز. استعديت ازاي يا عبده؟ عادي يعني زي اي مدرسه. يعني عادي يعني بمنتهى الثقه كده، اصل كل مدرسه بالنسبه لنا نهائي يعني. اه ماتشات الكاس بتبقى كده صح، كل ماتش بيبقى نهائي. اختك برضو ساعدتك زي الماتش اللي فات؟ لا المره دي انا اعتمدت على نفسي. المره دي ركزت انت بنفسك. تمام. هوندا، ازيك يا هوندا؟ الحمد لله تمام. مهند عادل افضل لاعب في مدرسته، حقيقي كلنا. توقعاتك لماتش النهارده ايه يا هوندا؟ اكيد ماتش صعب. اكيد. الان مش قوي. جاهز الماتش؟ جاهز. عشابي، ازيك يا عشابي؟ الحمد لله. الان مرعوب. انا متلاقش باين عليك جدا، ايه القلق ده كله؟ الان من ايه؟ كل ماتش كده عادي، اتعودت يعني. بس سؤال، انت كنت تحلم تقعد لغايه المباراه النهائيه على كرسي عباقره؟ ولا دول 32 يا بص الفرق بينك وبين عبد الكريم. احنا في النهائي. بص عبد الكريم في حته وانت في حته ثانيه خالص. احنا في النهائي يا شباب، ازاي يعني؟ صحيح اول مره اشارك، هوصل للفاينل كمان. الحمد لله. لا انتوا عملتوا مجهود، والحقيقه انتوا مفيش حد ممكن يوصل للنهائي بالصدفه. ما بتحصلش. اللي بيوصل لنهائي العباقره بيتعب جدا جدا ويستحق. لو ماتش كسبته بالصدفه الثاني مش هتكسبه بالصدفه. جاهز يا عشابي؟ باذن الله. قبل ما نبتدي حلقه النهارده، في عندي ضيفين عايز احييهم. معانا النهارده افضل طالب في الموسم السادس، عمر عصام. وطالب المثالي محمد صبحي. الحقيقة عمر عصام يعني طالب مميز جدا وشاطر جدا ويستحق ان هو ياخد لقب افضل لاعب. اما محمد صبحي فهو الحقيقة صاحب اخلاق عالية جدا، علم وثقافة، والاهم ان هو محترم جدا جدا. صبحي انا بكن ليك كل التقدير والاحترام، وبتمنى لك كل توفيق في حياتك باذن الله.
نبتدي ماتش النهارده ونحيي المدرستين اللي وصلوا للفاينل، مدرسة فيكتوريا كوليدج ومدرسة الديو. العباقرة في الموسم السادس زي ما هو، خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة ابتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: كم عدد محافظات مصر؟ سلمى. 27. إجابة صحيحة. 27 هي الإجابة الصحيحة. وكده الديو هي اللي هتبتدي الأول. لسه حاجة لستوا عارفين إن فيكتوريا كوليدج ما بتجاوبش على سؤال السرعة أصلاً. هم عندهم استراتيجية كده، ما يحبوش يجاوبوا على سؤال السرعة. فأنا عارف إن أنتوا اللي هتبتدوا الأول كده. تمام. أول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. ديو عندكم سؤال في جغرافيا، في جوكر؟ لا فيش. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: ما هو ثالث أطول أنهار أوروبا؟ أنا بسأل على الثالث. ثالث أطول أنهار أوروبا. 8 ثواني. قلت لك ماين. 18 ثانية يا عون. إجابتك؟ الدانوب. الدانوب يا عون. إجابة خاطئة. يلا عصر. في إجابة ولا فيش إجابة؟ مهند إجابتك؟ نهر الراين. الراين يا مهند. إجابة خاطئة. نستعد للأربع اختيارات، والأربع اختيارات بزائد خمسة وناقص خمسة: الدون، الفولجا، نيبر، الأورال. الإجابة الصحيحة نهر الأورال. دلوقتي في سؤال لفيكتوريا كوليدج في جغرافيا، في شكر جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة عربية تقع مدينة بئر السبع؟ عشر ثواني. مدينة بئر السبع. عشاب إجابتك؟ سوريا. بئر السبع في سوريا. عشابي إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ شرباجي إجابتك؟ الأردن. الأردن. بئر السبع في الأردن. مين صاحب الإجابة؟ كلنا اتفقتوا على الأردن. شرباجي إجابة خاطئة. نستعد لأربع اختيارات بزائد خمسة وناقص خمسة: فلسطين، العراق، لبنان، مصر. محدش عايز ياخد الريسك. سلمى كنت عايزه تقولي ايه يا سلمى؟ فلسطين. فلسطين الاجابه الصحيحه. فلسطين. وطبعا اول ما بنقول اسم فلسطين بنحيي شعب فلسطين على طول. طبعا المباراة النهائية أسئلتها مش سهلة خالص، مفيش هزار. عايزين اللي يكسب يكسب. دلوقتي عندنا سؤالين في التاريخ، وأول سؤال للديو، مفيش جوكر. تاريخ، والسؤال هو: أعلنت جزر سليمان استقلالها عام 1978، فإلى أي دولة أوروبية كانت تنتمي؟ عشر ثواني. جزر سليمان استقلت عن مين في أوروبا؟ انت زهقتي، انتوا هتقعدوا بقى تتناقشوا وتضيعوا لي الثلاث ثواني اللي فاضلين. كاميليا إجابتك؟ إنجلترا. إنجلترا. كاميليا إنجلترا بعشر نقط.
إجابة صحيحة. إنجلترا وبريطانيا الإجابة صحيحة. أول 10 نقط 10 ديو. فيكتوريا كوليدج عندك سؤال في التاريخ، في جوكر تاريخ، والسؤال هو من هو خامس حكام مصر من أسرة محمد علي باشا؟ الخامس، من هو خامس حكام مصر من أسرة محمد علي باشا؟ 8 ثواني. عبد الله، بسأل على الخامس عبد الله. إجابتك عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني عبد الله، إجابة خاطئة. مين؟ سلمى الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل، وبتتحكي مبسوطة جدا. سلمى إجابة صحيحة. الخديوي إسماعيل فعلا الأول محمد علي باشا، والثاني إبراهيم باشا، والثالث عباس حلمي الأول، والرابع محمد سعيد باشا، والخامس الخديوي إسماعيل. دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال للديو. لا مفيش طبعا، مفيش جوكر خالص. يا ريت لو السؤال ده بخمس نقط أدب. والسؤال هو من هو مؤلف رواية البحث عن الزمن المفقود؟ In Search of Lost Time. In Search of Lost Time. 10 ثواني. إجابتك عون. تشارلز ديكنز. إجابة خاطئة. تشارلز ديكنز خرج بره. فرصة فيكتوريا تخطف أول 10 نقط. مهند عادل إجابتك. بروست. بروست، مارسيل بروست، إجابة صحيحة. مارسيل بروست كان إجابة صحيحة. أول 10 نقط فيكتوريا كوليدج، و20 للديو. دلوقتي فيكتوريا عندكم سؤال في الأدب، لو جاوبتوه اتعادلتوا، عندكم 20 ثانية، محدش يستعجل. أدب. والسؤال هو ما هي آخر مجموعة قصصية كتبها الدكتور أحمد خالد توفيق قبل رحيله؟ ما هي آخر مجموعة قصصية كتبها دكتور أحمد خالد توفيق قبل رحيله؟ ما وراء الطبيعة. إجابة خاطئة. في إجابة؟ للأسف لا. للأسف لا. 4 اختيارات بزائد 5 وناقص 5. أفراح المقبرة، مثل إيكاروس، حظك اليوم، في ممر الفئران. عايزه ليه يا عشان؟ أفراح المقبرة. صح؟ أفراح المقبرة. بص على الشاشة، الإجابة الصحيحة أفراح المقبرة. هارد لك يا عشابي، هارد لك. تشجيع من فيكتوريا. دلوقتي آخر سؤالين في الفقرة، وأول سؤال للديو في العلوم. في جوكر؟ لا لا، مفيش جوكر. تمام، علوم. والسؤال هو ما هو المصطلح الذي يطلق على رهاب الأماكن الضيقة أو المغلقة؟ إجابتك كلاستروفوبيا. إجابة صحيحة. كلاستروفوبيا هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا عون. وبكده النتيجة 30 الديو، فيكتوريا كوليدج 10. فيكتوريا كوليدج عندكم آخر سؤال في الفقرة في العلوم، في جوكر؟ الأنين طبعاً إن العشرين نقطة يطيروا، عندكم حق. علوم. والسؤال هو ما هي جنسية عالم الأحياء والطبيب كارل لاندشتاينر؟ كارل لاندشتاينر. كارل لاينشتاينر. إجابتك عبد الكريم. ألماني. عبد الكريم
إجابة خاطئة. ديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة اتعدلت في الكرسي وقعدت. جنسيته إيه؟ نمساوي. نمساوي. مين مسؤول على الإجابة؟ كلنا برضه. سمعت عنه قبل كده؟ الحقيقة لا. سمعتش عنه قبل كده. أنت عارف هو أول من قال فصائل الدم A و B و O. إبراهيم نمساوي. إجابة صحيحة. نمساوي الإجابة الصحيحة. وكده دي 40 وفيكتوريا كوليدج 10. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة العلم وكل نقطة بـ40 ألف جنيه بما يساوي 2 مليون جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.